وجميلة سوتس كانت طبعا كاميليا. كلنا كنا بنتفرج على سوتس طبعا، كل الأبطال كانوا جمال، ولكن كان في كده طلة الكاميليا كنا بنقعد نتفرج، هي لابسة ايه، هي عاملة ايه، هي مالها قوية كده ليه، هي قوية وجميلة. فكرة الكومبينيشن ده بين القوة والجمال، هكذا كانت ريم مصطفى، اللي الحقيقة كل مسلسل وكل عمل فيها بحس انها بتنضج اكتر، بتعمل حاجة زيادة، في خطوة ما بتتاخد زيادة. سوتس كانت علامة مهمة لكاميليا او لريم مصطفى، لكن الحقيقة مش سوتس بس، يعني ريم بقالها فترة بتعمل اعمال بتضيف لها، وهي كمان بقت بندور دايما وسط المشاهد على امتى ريم مصطفى هتطلع، امتى هتبقى موجودة، لها طلة كده مختلفة. خلونا نشوف كاميليا او ريم مصطفى في سوتس، ونرجع بقى نتكلم على مش سوتس بس، كل الحاجات التانية، ونتكلم مع جميلة الجميلات ريم مصطفى. انا كاميليا سيد، اشهر محامية في مصر. ممكن تشوف شغلك؟ انت شغلي كاميليا. دراع اليمين لزين ثابت، اي حاجه محتاج تعرفها عن زين اسال كاميليا. معقول ولا ايه؟ زيادة التأكيد. انت بتحبيه؟ اكستريملي سمارت. احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ هو انت وزين كنتوا؟ الموضوع بيبقى صعب في الاول، بس بعد كده المشاعر بتروح وما بتبقاش غير الشغل. مشاعري مجروحه قوي. طب خلاص دون تاتش. بقول لك ايه، دور حفله كامل حلو ولا اخش على نيلي كريم؟ يا ابني كاميليا مفيش حاجة في المكتب ملهاش تأثير عليها. أنا حجزت تذكرتين في الأوبرا يوم الخميس. يوم الخميس؟ بحيرة البجع؟ اه. لا مش قادر. بقول لك إيه؟ أنا عصبية النهاردة، بكون أهضرب. اف! سمايل مور فليسقط الرجل. تاني أسوأ حاجة بعد الدايت. ده أنت أحلى كيمي كيميكا في المكتب. إيه؟ لا مش في المكتب، ده أنت أحلى كيمي كيميكا في الدنيا كلها. أي نو أي نو. الله على حلاوتك، في البيت حلاوتك. يا ريم اهلا بيكي. حبيبتي اهلا بيكي. انا مبسوطه قوي ان انت موجوده معانا. انا اللي مبسوطه كان والله. كان نفسي تكوني موجوده معانا وسط مجموعه سوتس، بس انا عارفه ان انت كنت مسافره للاسف. حظي انا هاجرتي بقى، خلصتي سوتس طفشت من البلد. طفشتي خالص. رحتي بقى فين؟ قضيتي يعني انا فيه. انا ابتديت الاجازه، ابتديت بالجونه الاول وبعدين طلعت باريس وبعدين ايطالي. انطلقتي بقى. انطلقت خالص. كاميليا وريم بينهم ايه؟ بينا حاجات مشتركة. يعني أنا يمكن عاملة زي كاميليا، عندي إكستريم شوية. لما بتحط حاجة في دماغها لازم هتعملها. أنا ما عنديش كلمة مستحيل، يعني ما فيش حاجة لو حطيت في دماغي إن أنا الحاجة دي لازم تتعمل لازم هتتعمل. الحاجة التانية لماحة، يعني باخد بالي من التفاصيل. يعني كل القريبين مني بيقولوا لي أنت عندك OCD تفاصيل. أنا ممكن أركز في حاجات كده الناس ما حدش بيشوفها غيري. فمعتقد دي حاجة بيني وبين كاميليا. بتعرف تتعامل مع كل واحد على حسب شخصيته. انا كده، انا عندي الحته دي، هقعد مع كل واحد بالكاركتر بتاعته. يعني كده كده موجود في الكاركتر بتاعي، بس هقعد مع كل واحد بشخصيته. ما فيش مستحيل بالنسبه لريم مصطفى، التمثيل بالنسبه لها كان حلم، وقررت ان هو ما فيش مستحيل وانا هكمل كده. بصي سبحان الله، انا موضوع التمثيل بالذات، يعني انا كنت طول عمري بحلم من وانا صغيره ان انا امثل، ودخلت اعلام مخصوص، قلت ان انا ابقى بس حتى احس بالمجال حواليا. بس انا عارفه ان انا كنت نوي ده هيحصل، علشان عارفه ان اهلي عمرهم ما هيوافقوا على حاجه زي كده. بس لما يعني وكملت حياتي عادي، وهي جت من عند ربنا. بس لما الفرصه جت لي قلت خلاص. انت خريجه اذاعه وتلفزيون؟ يعني طب ما كان ممكن تخش ناحيه الاذاعه وكده لا انا اشتغلت شغلي كله كان ماركتنج. يعني شغلي كله كان ماركتينج، كان بعيد تماما عن يعني بعيد عن التمثيل وبعيد عن الحته بتاعت الميديا خالص. بس لما جات لي الفرصه، وجات لي يعني جات لي بالصدفه، كنت قاعده في عزا اصلا ساعتها. والله العظيم عزا. ايوه حصل كده. وبعدين قلت خلاص، يعني ده حاجه ربنا بعتها لي وهمسك فيها. يعني هرجع تاني للطريق، ولكن قولي لي سوتس بالنسبه لك ايه؟ لا سوتس بالنسبة لي ده حدوتة كبيرة جدا. يعني يعني سوتس فعلا فعلا من أقرب الأعمال لقلبي. بكل حاجة فيه، يعني مش بس شخصية كاميليا، يعني بعيد عن المسلسل دلوقتي، أجيب المسلسل على جنب، أنا هتكلم عن الفايب وهتكلم على الناس وقد إيه. يعني
انا ما اعرفش، انا بتفائل بالفورمات. يعني احنا ايام هبه رجل الغراب دي كانت بدايتي فورمات، يعني بالزبط. اهم ادوارك في الاول كانت هبه رجل الغراب فورمات بالظبط. ابتديت فورمات وكانت من احلى الكواليس اللي عشتها في حياتي. الكواليس الحلوه اللي كانت بعد هبه رجل الغراب كانت في سوتس، ودي تاني فورمات انا بعملها. ليها معزة خاصة جدا عندي، وعشنا أيام مع بعض كتيرة جدا، وعشنا أيام صعبة. وبحب الناس اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا، كلنا كنا عيلة واحدة بصراحة مع بعض. بس شفتي النسخة الأجنبي ولا قررتي تدخلي كده سكريبت جالي هقراه وذاكره وأعمله زي ما هو؟ أنا ما اتفرجتش على النسخة الأجنبي، يعني أنا كنت أسمع عن اسم المسلسل بس كنت عمري ما اتفرجت عليه. ولما اتعرض عليا المسلسل انا اعتذرت عنه. يعني لما قريت حسيت ان مساحه الدور صغيره، وانه يعني معرفش، قريت اول كام حلقه كده فحسيت ان انا، لان خلي بالك كاميليا بتظهر في الحلقات اللي بعد ال 15 اكتر، بتشوفي الكاركتر اكتر، قبل كده ما كانتش واضحه خالص فاعتذرت. كان ايامها ميريم احمدي حبيبتي قعدت تقول لي واضح ان انت مش فاهمه انت بتعملي ايه، طب خشي بصي كده واتفرجي، اتفرجي على سوتس نفسه شوفي كام حلقه. فقعدت بصيت على اول حلقتين ثلاثه كده وابتديت اعمل، عارفه لما تتفرجي على حاجه كده فورورد وبتبصي، لا حسيت ان في حاجه حلوه اوت اوف ات. يعني بالذات العلاقه بعد كده مع زين والمشاعر طبعًا. لما الحاجات دي كلها بتتكشف بيبتدي يبقى في يعني حاجة حلوة بتتفرج عليها. ومن الحاجات اللي أنا كنت بحبها في الكاركتر بتاعت كاميليا جدا إنه فكرة إن هي شخصيتها بتختلف مع كل حد. يعني أنا كنت بحس إن أنا قدام أدري كاميليا كاركتر، وقدام طارة، قدام صبا، قدام آسر، كل واحد فيهم كان بيطلع مني أداء، وهي لازم تبقى شخصية تانية مع كل حد فيهم. بس هو في محامية حلوة كده وإليجنت كده وشكلها يعني كلهم كانوا حلوين، كلهم كانوا حلوين صبا وطارة، كلنا شكلنا مش محاميين حتى بشكلنا. فين ده؟ إيه علاقته ده بالواقع؟ محاميات كلهم كويسين يا جماعة، ما قلتش حاجة، بس ده حلاوة بزيادة شوية. فكرة إنك تكوني ذا بيوتي يعني الحلوة، ومع ذلك هي حلوة بس بتلبس مظبوط. كلميني عن اللبس. عايزه اقول لك انا يمكن ده الاول دور انا بعمله، لو بصيتي على كل الحاجات اللي انا عملتها اطلع فيمنن قوي في نفسي كده. الموضوع ده كان موترني جدا على فكره. يعني شخصيتي في الحياه الطبيعيه انا شخصيه بحب البس لبس سبورتيف اكتر، بحب الفلات، بحب دي طبيعتي انا، مش يعني انا اعدالك كده برضو النهارده. أيوة. لا انا عماله ابص عليها وهي بتقول كلام لا علاقه له باللي انا شايفاه، ضربه البليزر. ايوه بس لا انا حبيت الحاله. يعني انا دايما بحس انه الحاجه اللي بتخليني اخش جوه الشخصيه جدا اول ما بلبس اللبس بتاعها وبقف قدام المرايه بصدق شكلها، بلبس الكاركتر على طول. يعني انا دايما كده بتحصلي مع كل الادوار اللي دخلتها. بس اخترتوا اللبس ازاي؟ يعني اللبس جوبات قصيره ضيقه، يعني اللبس برضو مش محاميه قوي يعني. بصي احنا مين اختاروا يعني؟ بصي احنا يعني كان معانا مها بركه. بس عايزه اقول لك على حاجه، يعني كل واحد فينا كان ليه الحته بتاعته. يعني كل واحد فينا كان ليه اللاين بتاعه حسب الكاركتر بتاعته. هي كاميليا كنت بحس ان هي عندها حته الثقه بالنفس، ان هي عارفه ان هي ست جميله، او ان هي ست بتتعامل ان دي من ضمن المقويات بتاعتها، فهي بتشتغل على الحته دي، عارفه ازاي تو ريبريزنت هير سيلف. بس مش انه فكره ان انا ست حلوه فانا طالعه ست حلوه، لا هي مش باصه للموضوع كده، بس هي عارفه ازاي تستخدم قوه شخصيتها بشكلها. ريم مصطفى، انت فيكي من كاميليا غير فكره المستحيل وان انت ما بتحبيش المستحيل، انك شخصيتك قويه زي كاميليا؟ جدا. يعني انا دايما شكلي يعني اللي ما يعرفنيش شكلي بيخدعني. يعني دايما بيقولوا لك انه بلوند ومش بلوند فهتبقى شخصيتها بقى متدلعه. لا انا مش متدلعه، يعني انا في وسط اهلي، انا راجل العيله يعني. اشمعنى انت ترتيبك كام في الاخوات؟ انا نمره 2، بس هي ملهاش علاقه بالترتيب. يعني انا اي جاس انه دي طبيعه كاركتر. يعني انا شخصيتي كده، انا مع يعني علشان يمكن ما فيش حاجه ما بعرفش اعملها، او انه ما اعرفش. كلكم يعني بنات؟ كلنا بنات. وانت شايفه ان انت اللي يعني بتقودي العمل في او بتقودي الاسره كلها؟ يعني انا يمكن ناشف عنهم شويه، بس كل واحد بيقود في حته يعني، فاهمه؟ بس هتلاقي مثلا كبيره فيها الحته الامومه شويه، بس انا يعني
انا مامي دايما تقعد تقولي مثلا تيجي تركب جنب العربيه تقولي راكبه جنب واد صايع. حتى سواقتي يعني بتسوقي ازاي؟ بتسوقي بقى بتكسري وكده وغرز؟ ما باخدش مخالفات وكده. انت انا عارفه ان انت جايه سايقه، انت أيوة. ما بتحبيش سواق وعايزه تسوقي انت. وتزمري وكده؟ لا ما بزمرش. بس لا مش بت... انت بتسوقي بسرعه. انا مش يعني مش سواقه، لا مش سواقه كيوت يعني. انا شكلي بيبان كيوت بس انا مش كيوت يعني، ما اعرفش ليه. شكلك كيوت. ايوه. طب خلونا نشوف كاميليا تاني في سوتس ونرجع نشوف ريم اللي مش كيوت هتقول لنا ايه. كاميليا انا عارف انك زعلان. ما شاء الله عليك نبيه. وايه الجديد في كده؟ هو انت مش واخد بالك ايه اللي حصل في بروفة المحكمه لما كان ادري بيستجوبني؟ ايه اللي حصل يعني؟ كان لازم اقف جنبك بعد ما اتهمتيني انا اتخليت عنك. انت خليت كل اللي في المكتب يفهموا ان انا بحبك. حقيقة انا مش مصدقه نفسي. انا طول عمري عارفه انك مغرور، بس عمري ما كنت اتخيل ان غرورك يصور لك اني بجد بحبك. طب وليه ما قلتش لأدري الكلام ده؟ عشان أدري كان بيسأل سؤال محدد إجابته بآه أو لأ، ولو كنت قلت آه وقلت لأ في الحالتين كنت هبقى بكذب على نفسي. أنت عارف إن الموضوع مش بالسهولة دي. أنا مش جاي عشان أديك البونس بتاعك بس، أنا جاي عشان عايزك ترجع المكتب. تامر مش عاجبك ولا ايه؟ اصل يعني عارفه انه منظم وبيوضب لك فايلاتك وبيقسمهم لك الوان كمان. انت عرفتي منين؟ هو الحقيقه الولد منظم جدا ومطيع والوانه بتطلع ريحه، بس انا محتاج لك. وايه كمان؟ Don't push it. وفريدة موافقة. أقنعتها إزاي؟ قلت لها لو كاميليا ما رجعتش الشغل أنا مش هشتغل تاني. أنا واثقة ومتأكدة إنك ما عملتش كده. لا بس ده كان إحساسي من جوه. الشغل مع آسر ياسين إيه؟ حلو جدا جدا. كان في بينا كيمستري عالية جدا، وعايزة أقول لك المشهد ده بالذات ده أول مشهد أصوره في المسلسل. أول مشهد يتصور. كنت يومها رايحة خايفة قوي لأنه كنت لسه ما لحقتش احضر للكاركتر مظبوط، وانا فاكره انه كلمتهم يومها يعني قعدت اكلم ميريم واقولها بليز يعني بلاش يعني بلاش ده يكون اول مشهد، ده مصر سين وتقيل، ومشهد اي جاس كان في الحلقه الحاجه وعشرين فلسه ما دخلتيش جوه الشخصيه، ولسه قعدت تقولي لا ما تقلقيش والدنيا هتبقى كويسه. واكتشلي كان من اكتر المشاهد اللي عملت صدى عند الناس حلو جدا يعني. فكلنا كنا طول الوقت يعني في مشهد من المشاهد كمان كان عاملينه أنا وآسر، كان مشهد اللي هو بتاع بدون كلام. إحنا يعني وإحنا قاعدين في المشهد أنا كنت قاعدة باكل شيبسي، فإحنا قاعدين بنذاكر المشهد، فهو اللي طلع بالأيديا بتاعت ما تيجي نعمله من غير كلام. إحنا أصلا مشهد صغير هو ما فيهوش أي حاجة، هو المفروض بيطلع بيسألني هو فين فلان الفلاني حصل إيه، فبرد عليه، فحسينا إنه مشهد ما فيهوش أي نوع من أي حاجة، فهو اللي اخترع فكرة ان احنا نعمله بدون كلام، وطلعت فكرة حلوة جدا يعني. فكان في بيننا حتة ان احنا بنقعد نذاكر المشاهد ونقعد نفكر نعمل فيها ايه، فعلشان كده المشاكل بتطلع بالشكل ده. فكرة البطولة الجماعة يعني في الاول قلتي لي انه كنت هعتذر عنه، حسيت ان مساحة الدور مش كفاية. ريم حاسة انه دلوقتي لازم اخلي بالي كويس من مساحه الدور، انا فين، انا على الافيش فين يعني، في اخر كام مسلسل انت على الافيش سواء في ده او في الثمانيه او في كذا حاجه من اللي بتتعرض دلوقتي، فانت موجوده على الافيش بشكل مهم. حاسه انه خلاص دلوقتي عديتي مرحله معينه لازم يكون وجودي بشكل معين؟ بصي خلينا اتفق معاكي الحاجه، هو وقتها انا مش فكره مساحه دور قد ما كنت حاسه ان الدور سنه فلات في الاول. لان فعلا هي لو بصيتي الاول 15 حلقه مفيش مشاهد يعني ما بتقولش حتى حاجه، فمفيش كاركتر يعني، ما كانش فكره لا انا ممكن ما عنديش مشكله في مساحه دور لو حتى لو الكاركتر دي هتعلم عند الناس او في اداء معين هيفرق. انا ممكن اطلع مشهد على فكره ما اعملش يعني ما يبقاش عندي مساحه طويله بس المشهد ده يعلم في تمثيل،
ده يفرق معايا، ما يفرقش معايا مساحه الدور قوي، لكن انا كنت وقتها مش شايفه لسه الابعاد بتاعه الكاركتر. حته الافيش واسمي فين وكده ديفنتلي هيفرق معايا، لانه هي دي الترقيه بتاعتنا. يعني ده نتاج تعبنا ونتاج المجهود بتاعنا، دي الترقيه. لما بيبقى اي حد مثلا شغال في بنك ولا شغال في اي حته ليه الترقيه بتاعته. سوتس رقاكي؟ طبعا. طب ما فيش عمل دخلته الحمد لله ما رقانيش، واكيد سوتس رقاني، يعني سوتس في حته تانية خالص. يعني لما قال لك محتاج لك الجمله دي، مهم بالنسبه لريم مصطفى انها تحس انه العمل ده محتاج لها؟ وهبتدي بالعمل. ما ينفعش العمل ما يكونش محتاج للممثل، كده كده محتاج. لا محتاج لك انت، انت حاسه ان انت لو حد تاني اتعمل الدور ده ما يبقاش هو هو. يعني ما اقدرش ابص لها كده، يعني ما اعرفش، يعني ممكن لو يعني مش هشوف حد غيري مثلا في الدور واقول لا كان محتاجني انا مش محتاجه هو، ما ممكن اشوف دور يعجبني اقول يا ريتني انا عملته، بس ما اقولش العمل كان محتاجني. ايه دور شفتيه وقلتي؟ لا كتير فعلا، كتير جدا. اه طبعا فعلا. في ادوار كتيره قوي وادوار بتبقى ناجحه وادوار بتبقى بتستفز، يعني تقولي ايه ده انا كان نفسي اعمل الدور ده كتير. طبعا. يعني ايه دور استفزك؟ يعني مفيش حاجه في بالي دلوقتي، بس مفيش حاجه جايه في بالي. هل انت يعني ملامحك وجمالك، انت سيده جميله يا حبيبي، فبيحطك في مكان معين؟ للاسف اه. يعني ساعات بتبقى في حاجه كويسة بس تبقى مش ميزة لصاحبها، يعني لأن زي ما قلت لك أنا شكلي بيخدعني، يعني شكلي غير الكاركتر بتاعتي. يعني ناس كتير ما تتخيلش أنا ممكن أعمل دور بيئة أو دور واحدة شعبية، ولأن أنا أصلا أول أوديشن عملته كان مشهد لنبيل عبيد في شادر السمك، محدش متخيل أن أنا لما دخلت هبة رجل الغراب جاية من مشهد كده، فعلشان كده بقول لك آه طبعا. يعني مشهد لنبيل عبيد في شادر السمك؟ اوعي تقولي لي اعملي اقول لك اه بالظبط هو ده. لا لا. لسه كانت مايعه دور امبارح. لا بس حقيقي فعلا. طب قولي لي بس كده اداء صوتي يعني. اصل هو يعني بلاش لا 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 بالعكس والله بلاش عشان لا 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 انا عايزه اشوف مشهد لنبيل عبيد شادر السمك، ما اقدرش اعديها يعني خليها بعدين، اصل هو المشهد تقيل شويه. ما تقولي يا ريم يلا. يا الله قولي يا ريم. يا جماعة احنا لايف وبيطلع فيه مفيش ما اوكي مالها المرة يا زفر. كملي بلاش كملي ده مشهد في لا لا خلاص حلوة قوي الطلعة دي حلوة. كملي بس الجملة. انا بحاول افتكرها بس هي مالها المرة يا زفر يا منتن يا جايف، هي ده اللي انا فاكراه منها يعني مش فاكره بقيت. نفسك تعملي اه؟ نفسي يعني مش فكره، يعني انا عندي حاجات كتير تقدر تطلع، يعني انا عارفه انه الكاركتر بتاعتي تقدر تطلع حاجات كتير وما بتبقاش لايقه مع شكلي. عارفه ده. طب خلينا نشوف مشهد تاني كده عجبني واحاول اقنعها بالمشهد انها تكمل لي مشهد نبيل عبيد شادر السمك. اي راجل بيتنسي براجل غيره معروفه. أنا ملحقتش أكملها عشان كان الموضوع هيبقى سهل، هتنسيه بسرعة. بس أنا بحب. أنا عارفة، بشوف ده في عينك كل يوم وأنتي بتتعاملي معايا. عارفة إيه اللي هيجنني؟ إن أنا متأكدة إن هو حاسس بنفس الإحساس ده. ليلى انت مش هتتحايلي عليها عشان نكمل معاكي. فاهم. بقول لك ايه؟ انت لازم تشغلي نفسك. تنهي نفسك مع اي راجل. اي راجل؟ ايوه اي راجل، امال هي الرجاله موجوده ليه؟ انت عارفه انا بفكر ادخل امتحان المعادله تاني. او المذاكره تلهيني شويه. وبعد ما تكوني خلصتي مذاكره وامتحانات، تفتكري هتكوني نسيتيه ولا هترجعي تلاقيه مستنيكي؟ معرفش. عشان كده بقول لك لازم راجل. لازم راجل. خلاص يا بنتي هتفضحينا. بس عندك حق. هي الرجاله موجوده ليه فعلا؟ فليسكت الرجل. تاني أسوأ حاجه بعد الدايت. المكان مليان قوي النهارده. هنلعب. حاجة ليها علاقة بالرجالة؟ بنت عيب.
ده جزء من شخصيتك؟ لا طبعا. ده يعني أسوأ تاني أسوأ حاجة بعد الدايت. دي جملة مهمة جدا. رجالة تاني أسوأ بس حاجة. دي حقيقة. دي يعني حقيقة. تنكري إن دي حقيقة؟ ليه بقى؟ لا أنت أنا بسألك. تنكري إن دي حقيقة. وليه تاني؟ ما تبقاش قبل الدايت. أنا بكره الدايت. أنا بكره الدايت. بمناسبة الدايت بتعملي دايت؟ انا بحب الاكل جدا وبكره الدايت دي حقيقه يعني بس اوقات لما يعني الدنيا بتبوظ مني ممكن امنتين يعني اركز ان انا اخلي بالي بس انت طويله وده ميزه بس بيبان عليا على الرغم من كده بيبان عليا. بتلعبي رياضه؟ بلعب رياضه من وقت للتاني بس وقت التصوير ما بقدرش يعني بيبقى صعب ما بروحش بيتنا اصلا. بتعشي بالليل بقى يعني قولي لي الباد هابتس بتخشي المطبخ بتطبخي كده يعني. بطبخ وبطبخ حلو جدا وممكن بالليل لو فتحت التلاجة لقيت محشي هاكله عادي جدا قبل ما انام ومش هيفرق معايا حاجه. بتطبخي انا إيه؟ بطبخ كل حاجه ممكن تتخيليها فعلا كل حاجه لا انا طباخه شاطره يعني حتى السي فود بطبخ كل الاكل برضو اللي يشوفك ما يصدقش ما انا بقول لك والله عظيم كيوت كده جدا بتطبخي كل حاجه طبعا. اللي انا مقتنع ان اللي بيحب ياكل لازم يعرف يطبخ يعني اللي بيحب الاكل لازم يعرف يطبخ انا بعرف اطبخ. طب ده يا هنايا سعده صح كده انا بقول كده ايوه يا هنايا سعده انا بقول كده. تاني اسوأ حاجه بعد الدايت. طب انت ما بتحبيش الدايت ده طبيعي كلنا ما بنحبش الدايت. تاني اسوأ حاجه بعد الدايت يا رجاله بس ما بكرههمش ايوه لا والله دمكم تقيل يعني بقول لكم ليه دمهم تقيل مش يعني ما اعرفش مش قصدي طبعا انا مش هقول دمهم تقيل لا بس يعني انا حاسه ان احنا كائنات مختلفه جدا اتحطوا في كوكب مضطرين يتعاملوا مع بعض فبيحصل تصادم. ايه اكتر حاجه ما بتحبيهاش في الرجاله؟ ان هو يعني انا بحس انه اكتر حاجه مهمه ما بين الراجل والست ان هم يحترموا اختلافاتهم دي اهم حاجه. انا بشوف انه طول الوقت انا بحاول اخلي اللي قدامي يبقى زيي والعكس صحيح فعلشان كده بيحصل مشاكل. لكن لو احنا فهمنا ان احنا كائنات ربنا خلقها مختلفه فنحترم اختلافاتنا فتمام. لا يعني فسري بقى فسري كده يعني ريم مصطفى هذه الجميله اللي بتعرف تطبخ اللي فيها كل الميزات مفيش راجل؟ لا مفيش حب؟ مش الفكره كده يعني لا مفيش راجل ومفيش حب هو ده كده كده ومفيش دلوقتي بس دلوقتي يعني يمكن بكره الصبح مش هعرفك أيوة حد ايوه كان في طب كان في اكيد كان في اكيد يعني مفيش حد فينا ما مرش بحاجات زي كده في حياته يعني بس داخله انت في حته خطر جدا ايوه لا لا داخله في حته مش مرتاحه للحوار ده انا ده حوار عادي جدا بين اتنين ستات طبيعي جدا ان انا هقعد اسالك الاسئله لا انا مقتنعه انه يعني الريليشن شيبس بتتاخد بطريقه يعني بياخدوها بطريقه بسيطه قوي وهي مش بالبساطه دي يعني اي اتنين لازم يبقوا مع بعض يبقوا فاهمين هم بياخدوا قرارات عامله ازاي لان الناس بتيجي بتبقى عايزه تتجوز وبييجوا يتجوزوا وبعد كده بيحصل طلاق كتير جدا في ريليشن شيبس كتيره بسبب انه هم تسرعوا في القرار. يعني اكيد مامتك هرياكي واختك الكبيره اختك الكبيره طيب متجوزه كل اختي الكبيره اختي الكبيره متجوزه انت عندك اصغر عندي اختين انا اخواتي كلهم متجوزين ما عدا انت ما عدا انا طب اكيد اخواتك واكيد مامتك يا بنتي التمثيل ده مش بكره تكبري وكذا 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 وشوفي الممثلات وشوفي مش ولازم تتجوزي ولازم تخلفي السيناريو اللي بنسمعه لا هو على فكره بصي يا سنتي بتكلميني في حته في ناس في حاجات كتير ناس ما تعرفهاش عني يعني مش عارفه المفروض اقولها اصلا فرصه بقى ان احنا نقولها بس انه يعني طيب هو انا لا هو انا اتجوزت قبل كده انا ديفورست ويمكن لاول مره في حياتي بقولها وبقولها لايف انا اصلا عندي ولدين بجد ده خبر مهم جدا ده خبر مهم جدا ده خبر حلو كمان دي حقيقه عندك ولدين عندهم كام سنه لا دي مش هقولها لك بقى بلاش 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 الدرجات دي شكلها صغنن انا اتجوزت واتطلقت وعندي ولدين عندي عمر وعلي ربنا يخليهم ربنا يخليك التجربه بقى التجربه دي خلتك مش اكيد اتجوزتي صغيره ولا ايه اتجوزت صغيره جدا والتجربه دي انا يعني كان عندك كام سنه كان عندي 19 التجربه دي كانت من اهم التجارب اللي في حياتي لان هي علمتني حاجه مهمه جدا اولا علمتني انه
اهم حاجه ازاي تختاري شريك حياتك. الحاجه الثانيه يمكن انا حظي كان كويس ان ابو ولادي الحمد لله كان راجل ابن ناس وراجل محترم. يعني احنا يمكن الديفورس جه بسبب ان احنا كنا اتنين مختلفين عن بعض تماما، مش عشان هو انسان وحش، بل بالعكس. يعني انا الحمد لله ان هو ابو ولادي، وكان نفسي كتير جدا اعمل حاجه. كنت كلمت مع عمر محمود ياسين في الموضوع ده، على فكره اول مره انشر القصه دي، الناس كلها فاكره ان انا يعني الطفله الصغيره الكده، بس انا مش كده خالص. وانت صغيره فيعني ده كده كده. فكنت بقعد اتكلم معاه ان نفسي الناس تفهم انه طلاق مش معنى كده ان احنا لازم نفرج الناس علينا ومحاكم. وان انا عايزه اقول لك ان ابو ولادي بتربطني بيه علاقه صداقه وعلاقه احترام جامده جدا. مش بقول الكلام ده عشان انه اي كلام، دي حقيقه. يعني انا اوقات كتير جدا يوم ما هقع في مشكله هو اللي هكلمه، يوم ما هبقى عايزه اخد رايه في اي حاجه هكلمه. الحاجه الحلوه اللي احنا اتفقنا عليها في حياتنا تربيه ولادنا، فانا مطلعه ولد جميل جدا. قعدتي متجوزه قد ايه؟ 10 سنين. 10 سنين؟ يس يس. واتطلقتي ليه؟ عشان كنا مختلفين. يعني طلعت عشان كنا مختلفين. مختلفين ازاي يعني؟ عارفه اختلاف بجد بجد السماء من الارض. يعني احنا عمرنا ما اتخانقنا. انا عايزه اقول لك احنا عمرنا ما اتخانقنا. عمركم ما اتخانقتوا؟ ما كانش في عمر بينا مشاكل، بس ديفرنت، وير ديفرنت. فلما بيبقوا اتنين. ايوه ديفرنت ازاي؟ اديني حاجتين ديفرنت. لا خلاص بقى مش هقدر اقول لك تفاصيل اكتر. يعني مثلا انت بتحبي تخرجي وما بيحبش يخرج، بتحبي المسقعه هو بيحب المحشي مثلا. أيوة. مختلفين. يعني كل اقدر اقوله لك ان احنا كنا مختلفين. احنا اتنين مختلفين عن بعض. ف يعني حسيت انه في لحظه انه احنا عايشين حياه حلوه وكل حاجه، حياه ستيبل، بس كان في حته كده يعني ما خلاص بقى. امتى الست تحس انها مش قادره تكمل؟ لما يبقى في احساس عدم، او يبقى في عدم الاحساس بالسعاده، او عدم الاحساس بالامان. يعني انا بشوف ان الحاجتين دول مهمين جدا في اي علاقه ما بين راجل وست. يعني انا النهارده عايشه مع راجل ما بقتش حاسه بامان، ما ينفعش اكمل. لو شفت، لان انا لو راجل خاين فانا بقيت حاسه بعدم امان، لو راجل كذاب حاسه بعدم امان، لو انا الراجل ده بيهزقني قدام الناس فانا حاسه بعدم امان، في مليون حاجه تخليني احس بعدم امان. لو الراجل النهارده انا مش قادره اضيف له سعاده، او هو مش قادر يضيف لي سعاده، فبتلاقي نفسك طول الوقت مظلومه وحاسه بالظلم في العلاقه. في لحظه ريم قالت انا مش سعيده؟ يعني 10 سنين ده معناها ان انت اولا اتجوزتي عن حب؟ اه مش جواز صالونات؟ لا 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 لا. 19 سنه بقى. انا عايزه اقول لك على حاجه، احنا خدنا قرار الطلاق وانا وهو قاعدين زمان وانت قاعدين كده، قلت له احنا جربنا كل حاجه، الدنيا ما ظبطتش، تيجي نجرب نطلق. يعني يا يعني يا الموضوع ده هيعلمنا درس ونرجع لبعض بطريقه كويسه وكل واحد فينا يعرف قيمه الثاني، يا نلاقيه كان قرار كان مهم نعمله من الاول. ف انت حسن ده كان القرار الصح؟ طبعا 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 كان القرار الصح لينا كلنا. لان اوقات كتير انا ببقى مستغربه قوي ناس بتتجوز وبتكمل في حياتها وهما مش سعداء، ويقولوا لك عشان خاطر الولاد. انتوا مش قادرين تفهموا يا جماعه ان الموضوع ده اكبر غلط، لان انتوا بتخلوا الولاد يشوفوا حاجات مش الطبيعي يشوفوها. هيفهموا ان انتوا ما بتحبوش بعض، هيفهموا ان انتوا كدابين، هيفهموا ان هما ان الجواز والحب شكله كده وهو شكله مش كده، فانتوا بتخلوهم يشوفوا اكزامبل وحش جدا. فانا ضد ده. يعني انا بقول لك انا وابو ولادي علاقتنا حلوه جدا ببعض، علشان كده احنا طلعنا عيال ستيبل. فاهمه؟ معجبه انا جدا بالكلام اللي انت بتقوليه. انا بقول كده. اذا ارادت ريم ان تختار من جديد. اختياري المره دي اعتقد هيبقى صعب، لانه انا انا عايزه اقول لك ان هو اللي وقف جنبي في موضوع التمثيل، وهو هو يعني ما كانش التمثيل سبب. بالعكس، هو والولاد اللي سبورتد مي جدا. يعني هم اللي وقفوا جنبي وهم اللي ساعدوني في القرار ده جدا جدا. يعني ويعني انا لولاهم ما كنتش عمري هعمل ده حقيقي بجد، عايزه اقول لك. يعني و يعني اختياري المره دي هيبقى صعب شويه، لانه بقى عندي ادراك وعندي وعي، ففاهمه كويس قوي انا عايزه ايه في شريك الحياه. لانه انا بقيت مقتنعه ان البني ادم مش مستني حد عشان يضيف له سعاده. انا الحمد لله سعيده مع نفسي ومكتفيه بنفسي، فاللي هيجي يا يشاركني الحياه يا. انت برج ايه؟ انا جدي.
فكرة الاكتفاء بنفسي، أنا سعيدة بتقولي جمل كده الحمد لله. أنا سعيدة بنفسي، دي حقيقة. يعني ممكن تحسي إنك أنت سعيدة، أنا سعيدة بنفسي بصحابي بأهلي بعيلتي بولادي بشغلي. دي حقيقة، يعني أنا بعتبر إن ربنا كرمني جامد جدا بحاجات كتيرة جدا، فأنا مش عايزة علاقة تيجي دلوقتي مثلا تخش حياتي علشان تضايقني او علشان توجعني او علشان يبقى اسمي في علاقه وخلاص. انا عايزه يوم ما ابقى في ريليشن شيب ابقى في ريليشن شيب اكبر مع حد، انا وهو نكبر سوا، فيبقى معايا بارتنر، مش معايا عيب، ومش مستنيه حد يجي حياتي عشان يعمل لي حاجه. الحمد لله حققت نفسي بنفسي، فالحمد لله. انا معجبه جدا بريم، مش بس عشان هي بتقول كلام فعلا شكله حلو، ولكن عشان في ممكن تبقى ست جميله فيبقى كلامها مختلف تماما، يبقى كلامها في السكه الثانيه، لكن في ثقه بالنفس عاليه جدا. ثقه بالنفس، لانه عايزه اقول لك انا ما وصلتش لده بسهوله، يعني الواحد لازم يكون، انا مش بقول لك اللي هو كلام شعارات، انا ما بقولش كلام شعارات، انا بقول لك فعلا الكلام اللي انا مؤمنه بيه. انا ما وصلتش لده بسهوله، الدنيا ورت الواحد حاجات كتير. الطلاق بيوجع؟ طبعا بيوجع. انا ايامها حزنت جامد، ولما مامي كانت بتكلمني تقولي هتفضلي نايمه في السرير كده قومي، قلت لها لما كنتش ازعل على عشره عمري وابو ولادي ازعل على مين؟ لازم اخد انا دايما يعني مقتنعه ان البني ادم اما يحصل موقف في حياته يزعله سيبوه يزعل، لان لو الزعل ما طلعش هيطلع بشكل تاني، يا هيطلع في تصرف غلط، يا هيطلع بشكل نفسي، يا هيطلع في شكل عضوي على فكره. لان انا كمان من الناس دي اكتر، جسمي بيتاثر قوي بالزعل، يعني انا لو ممكن جدا جدا. فعلشان كده بقيت بحترم الزعل، يعني اما بيجي موقف باخد وقتي. يعني لو ست تعرضت لموقف صعب تقولي لها ايه نصيحتك ليها؟ هقول لها انه احنا اللي بنوقف نفسنا على رجلينا. بقول ان انا متاكده ان احنا كبشر مفيش حاجه ما نقدرش نعملها، ربنا خلقنا بقدرات كبيره جدا جدا، احنا اللي محجمين نفسنا وشايفين نفسنا في حته تانية خالص، بس احنا عندنا قدرات كبيره قوي، محدش هيقدر يوقفك غير نفسك. وقفي على رجلك. وهقول لها كلنا مفيش حد فينا ما بيمرش بازمات، مفيش حد فينا ما بيتعبش، مفيش حد فينا ما بيتوجعش، مفيش حد فينا ما بيتخدعش في ناس، مفيش حد فينا ما بيتجرحش. احنا خلي بالك كمان كممثلين الناس بتبقى فاكره ان حياتنا لذيذه وجميله، لا لا لا، احنا يمكن نكون اكتر ناس عرضه لحاجات وحشه كتير، فمرينا بازمات، والازمات دي هي اللي بتقوينا وهي اللي بتخلينا نتعلم اللسن. انا ما بقى بيجي لي ازمه دلوقتي بقيت بتعامل معاها اتس part of my journey، دي ربنا كاتبها لي فبستقبلها وبحاول ان انا اتعامل معاها. ما بقولكيش ان انا مازنجر يعني لا 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 لا، الست القويه اللي هتقوم تكسر الدنيا، لا بتقبلها، انا بقيت بتقبلها، يعني الحاجه لما بتجيلي هتقبلها واشوفها عليكها ازاي. فلما باجي يا جماعه ده وقت الزعل، سيبوني ازعل وهقف، انا عارفه انا هقف امتى بس سيبوني. هل جزء من ان انت ما كنتيش بتحكي الحكايه دي انك انت برضو بتستوعبي القصه ولا ايه؟ لا انا ما بحبش ادخل البيرسونال لايف بتاعتي خالص. انا اصلا بصي عندي مشكله ان انا من ساعه ما دخلت التمثيل، انا حقيقي بحب التمثيل لاني بحبه، بس انا ما بحبش حياته خالص. انا ما بحبش البرامج، ما بحبش الاكسبوجر، انا ما بحبش الحاجات دي. الناس بتبقى فاكره ان انا يعني بتنك او انه انا مش كده خالص، يعني انا حقيقي حقيقي انا جايه النهارده، انا جايه لعيونك انت، انا بحبك بجد، وانت عارفه انت عارفه معزتك وغلاوتك عندي، بس انا كسوله، انا شخصيه كسوله ان انا اقوم انا بحب انزل اصور واروح البيت اقعد الحياه الطبيعيه. حته ما بحبش ادخل الناس في الحياه الشخصيه بتاعتي، لان الاشاعات دمها تقيل جدا والناس دمها تقيل. الناس بقى مؤخرا بتتدخل وبتدخل مناخيرها جوه حياه الناس، وانا اتفقت مع ولادي على كده انه هم طلبوا مني ما تدخلينيش، فخلينا بعيد. ف الام بقى، الام ريم مصطفى بقى عامله ازاي مع ولدين؟ ام جدا بقى، ام جدا جدا يعني بتطبخي للولاد إيه؟ انا ولادي صحابي جدا، ماي بيست فريندز، حقيقي ماي بيست فريندز. انا العلاقه اللي بيني وبين ولادي الناس لما بتشوفها بيتخضوا، حقيقي بيتخضوا، لانه يعني ممكن مثلا ممكن ما يقولوليش ماما، يعني بيقولوا لي رورا، احنا بنقعد انا بتكلم معاهم في كل حاجه، في كل حاجه ممكن تتخيليها. يعني هم لو انا واحده صاحبتي، لو انا حتى النهارده معجبه بواحد هروح اقول لهم يعني بصي لدرجه ايه، بس انه لا انا ولادي ما بعملش حاجه غير برايهم، و احنا صحاب قوي. عجبهم المسلسل؟ عجبهم سوتس؟ جدا جدا جدا.
رأيهم بيهمك؟ طبعا. انا بقولك هم على فكرة هم اللي عملوا لي تست الكاميرا في الاول خالص. اه والله. ممكن ما تعمليش دور يعني بتحطيهم في حساباتك؟ اه طبعا. مش بحطهم هم، بصي هقولك على حاجة، مش فكرة بحطهم في حساباتي، انا كبني أدمة انا عندي ماي اون باوندريز، انا مش مستنية ان انا اعمل حاجة عشان خاطر حد. يعني مش هبقى ريم عايزه تعمل مشهد معين ومش هتعمله عشان خاطر ولادها، لا هي انا مش هعمل كده. يعني انا مش هعمل ده عشان مش عايزه اعمل ده. ايه الحدود؟ يعني السينما سينما وانت داخله سينما، انت عملتي العنكبوت ويعني داخله سينما جامد، وفي افلام تشتغلي عليها. السينما كتير ما فيهاش باوندرز، ما فيهاش حدود غير التلفزيون. فالسينما ممكن تلاقي فيها مشاهد، ممكن تلاقي فيها حاجات لها علاقة بالدراما. عندك مشكلة في مشاهد؟ طبعا طبعا. بس عايزة اقولك على حاجة، يعني انا مثلا في ولاد رزق 2 انا طالعة كنت في دور صغير، دور كنت ضيفة شرف، كان الدور فيه حتة جريئة سنة لان هي طالعة فتاة ليل وانه مش عارفة ايه وبتاع، وكان في مشهد هيبقى فيه رقص وبتاع، فقعدت مع طارق جنايني وقتها من قبل مامدي ومن قبل اي حاجة، احنا هنعمل الدور ده ازاي علشان ابقى فاهمه هو هيخرج ازاي. انا اهم حاجه ان انا يوم ما اقعد او حد من اهلي يقعد او حد من ولادي يقعد، طارق العريان المخرج، ان حد لما يقعد يتفرج عليا محدش يبقى خجلان انه قاعد شايفني. يعني الحته دي بتفرق معايا جدا. قبل ما نشوف المشهد الجاي واخرج فاصل، ايه الحاجه اللي مش ممكن ريم مصطفى تقبلها في راجل قادم؟ حاجه مش ممكن تتنازلي عنها. الكذب والخيانة، وإنه ما يبقاش راجل بمعنى الكلمة. بمعنى؟ يعني يبقى راجل، يعرف يعني إيه راجل، لأن إحنا بقينا ستات بميت راجل. نشوف المشهد ده ونخرج فاصل ونرجع نكمل جدا بهذا الحوار. نشوف. عايزة منك خدمة. الخدمة دي بقى ليكي ولا لزين؟ طول عمرك بتبهرني. قولي له لا. مش لما تعرف الموضوع الأول؟ من غير ما أعرف قولي له لأ. أخبار بطوط إيه؟ كان عيان امبارح، جاله كحة وقعد يكح ودرجة حرارته عالية. اتكلمت أنا بقى الدكتور عشان كاميليا، قلتلك لأ، اتفضلي على مكتبك. حتى لو المقابل إني أشتغل معاك؟ ده الموضوع كبير بقى على كده. بس مفيش حاجة تكبر عليك، أصل إحنا كنا عايزينك تروح المحكمة بدل زين، أصله اتصاب. يا حبيبي يا زين. طب ما أروح أقعد عنده في البيت يومين عشان أخلي بالي منه أكتر. أنا نسيت أقول لك، صحيح أنا حجزت تذكرتين في الأوبرا يوم الخميس، وعاشة في مركب على النيل كمان. ما تعرفيش؟ آه. لا ما أقدرش. يوم الخميس في الأوبرا؟ بحيرة البجع؟ لا مش هقدر. اوكي براحتك. بجد يا ابو انا مش عارفه اشكرك ازاي، انك يعني ما بتقولش لحد على اسمي الحقيقي. شيطان في الهوى. ندى على ورق الجرجير يوم الثلاث. كنتش عارف يعني ان انت اخ احنا يوم كده. ولا انا العيب، انا نفسي اسبي افوجأ. افوجأ؟ فاجئ. فكأت. فكأت. عارف يا سليم انا مش عايزة تمشي ليه؟ علشان طول ما انت بعيد عني هبقى خايف عليك، لكن وانت جنبي هبقى مطمنة، لاني واثقه ومتاكده ان مفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يخاف عليك ولا يحميك قدي. انا مقدره جدا احساسك ناحيتي، ومقدره اكتر انك ما بتضغطش عليا علشان اقول لك حاجه انا مش حاساها، او على الاقل مش بنفس الطريقه اللي انت حاسس بيها. بس ايه؟ كمل. كنت فاكره انك هتعوضني على كل الحاجات الوحشه اللي شفتها قبلك، بس انت وجعتني اكتر من اي حاجه يا نصر. اللي مضايقني ان انا في اول جوازنا كنت معجبه بيك، لكن انا دلوقتي بقيت بحبك. حتى لو انت عندك القدره انك تغفر وتسامح، الناس مش هيسمحوا لك. عارف اكتر حاجه تعبني
ان انا كنت اتعودت اعيش لوحدي. بقول لك طلقني. انت مش خلاص خدت كل اللي انت عايزه؟ خدتني طفل، خطفتني من الدنيا كلها، وانا حبيتك، ولما وعيت على الدنيا لقيتك جدعان مشكي. يا استاذ بقول لك الكارت اتحشر بعد ما اتنيلت حطيت المبلغ اللي انا عايزاه. تقولي دخلتي الباسورد غلط؟ بقول لك ايه يا عم جميل، لو عايز تفكرني ان احنا اول الشهر فانا فاكره كويس قوي، بكره بكتير فلوس الصيانه هتبقى عندك. انا مش قادره اتكلم يا ماما، انا ما اكلتش لقمه من الصبح وميته من الجوع. تخيلي يا فريده، انا لاقي نفسي واقفه وجنبي واحده اسمها ساميه اشتباكات بتاعت اداب، وبعدين انا بنت ناس ويعني دارسه سنتين بزنس ادمنستريشن في الاي سي، ما ينفعش اتعامل المعامله دي حضرتك. على ايامنا كنا بنذاكر على لمبه جاز وكنا بننجح، لا كان في كورسات ولا دروس خصوصيه. انا بفكر في مصلحتكم بس، والله العظيم كلب فيكم هيسقط مش هتشوفوا وشي تاني ولا هتعرفوا لي طريق جره. وروني بقى هتعرفوا تعيشوا من غير ازاي. ها دي ريم مصطفى على فكرة. ريم وانت بتتفرجي ايه كمية البوريك الاورانج دي؟ لا لا لا، دي في كلبش كانت غلطة كبيرة جدا، غلطة برتواني. كبيرة والله العظيم، بعتذر لكل الجماهير على التصرف. باروكة برتقاني يا ريم. لا يا ريتها كانت برتقاني. لا هي مرت معانا بظروف كتير قوي. ايوه لازم كل ما نحاول نظبط لونها تبوظ مننا اكتر، فالراكور بيتغير ونيجي نغسلها فتبوظ اكتر. وريتنا ايام وحشه قوي الباروكه دي. من كل الشغل ده يعني انت اشتغلتي كمان مع الكبار، اشتغلتي مع محمود عبد العزيز جبل الحلال، اشتغلتي مع الزعيم مأمون وشركاء، اشتغلتي مع ناس كتيره يعني من الكبار ومن كمان النجوم يعني صح. كلبش ورمضان من كل ده ايه يعني كان ستيب مهمه في حياه ريم؟ بصي انا فكره، عارفه لما كنا بنقعد كده واحنا صغيرين ونتفرج على النجوم دي، نتفرج على الافلام دي، تبقي قاعده باصه لهم بصه هو حلم. كنت اقعد انام في السرير كده وانا داخله انام بالليل وانا صغيره، اقعد اتخيل واقعد احلم. فلما وقفت قدام الاسامي الكبيره دي لا كانت فرحه قلبي ما تتشرحش. حاسه ان انا يعني أمنت ساعتها إن فعلاً مفيش حاجة اسمها حلم ممكن ما يتحققش. عادل إمام حبيب قلبي، حبيب قلبي. مش يعني أنا فكرة إن أنا نازلة بعمل مسلسل حبيبي حبيبي حبيبي، بحبه من قلبي حب مش عادي، وكانت من أمتع الأيام. ومش بس كنت يعني مع الأستاذ عادل إمام، نوني حبيبتي لبلبة لبلبة القمر، بقيت ببص يعني بكلم صحابي أقول لهم على فكرة إحنا مش ستات خالص، علشان بس تبقوا فاهمين. عشان اللبلبه دي هانم هي ازاي كده بومبونايه بومبونايه، والزمن الجميل بجد بتقعد مش عارفه ازاي تتكلم ازاي، واحنا لا ما عندناش ده خالص. عايزه اقول لكم ان ريم دمها خفيف جدا يعني ممكن تبدو انها يعني ست كده اليجنت ولطيفه وكده، بس هي دمها خفيف جدا حبيب. وممكن فجاه تلاقيها مثلا بتتخانق او صوتها يعلى فجاه او بتتخانق. أيوة يا ريم يعني لو الموضوع مستدعي الخناقه حد كسر عليكي؟ لا هو مش الفكره كده، هقول لك لا مش فكره حد كسر، لا 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 ما بعملش كده، بس لو في موقف مستدعي ان انا اقف لا هقف يعني ما فيهاش هزار. انا في المواقف الجد هتعامل في المواقف. يعني موقف الناس بتبص عليكي البنت البلوندايه الحلوه الجميله مش هترد مش هتعمل بتقلق بتفاجئيهم انت؟ لا مش هرد على حد بيعاكسني ولا هقف، مش قصدي كده لا. انا قصدي لو مواقف حقيقي محتاجه ان حد يتدخل فيها او كده. يعني ايه موقف انت خدتيه وكان كل الناس اللي حواليكي مش مصدقين ان ريم هتعمل الموقف ده؟ مش يعني معرفش، يعني مثلا يمكن من كام يوم كده احنا كنت في البيت عندي ونازلين البول ومش عارفه ايه، فشفت في الفيلا اللي جنبنا كان في حد باصص علينا، ما بقيتش فاهمه ده مين. طلعوا كانوا عمال صيانه تكييف، وهو طالع على الروف هناك وبيظبط التكييف وحاجات كده، فانا بقيت قلقانه حد جه صور ولا بتاع. ففي موقف زي ده لا مش هعدي موقف زي ده، لا بقى هطلع بقى ما اقولكيش انا هعمل ايه. لا 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 الشعر اصفر خالص، الشعر اصفر. لا لا اصل في المواقف دي ما فيهاش هزار، لا يعني في المواقف دي هتصرفوا. مش بس مش قصدي كمان بس في المواقف دي، يعني انا في المواقف الجاديه مره حصل حادثه كبيره جدا، وكان معايا ولادي وكان معايا واحده صاحبتي بولادها، كانت حادثه على طريق العالمين، بس كانت حادثه حياه او موت. يعني انا فاكره يومها لما يعني شهدت
وبعدين كانت حادثه. انت اللي كنت سايقه ولا ايه؟ لما لقيت ان انا عايشه بعدها بقيت بقول يا رب ما تخلينيش اكون انا عشت عشان اتدور اشوف حاجه انا ما اقدرش اتحملها. وكان في عربيات كتير وناس كتير اتضرت. انا في حاجات زي كده هتلاقيني وقفت وقفت وقفت، وبعد المستشفى وبعد ما اطمن على كل حد هقف وقفه جامده جدا، اقع بقى بعد كده اللي هو التخرج يا جماعه انتوا تمام، اقع انا بعد كده. بس في المواقف دي لا بعرف اقف. نرجع تاني للتمثيل محمود عبد العزيز، وده كان من اوائل ادوارك خالص. مش ممكن مش ممكن يا محمود عبد العزيز، انا بموت فيه، وعنده كاريزما خاصه حقيقه، عنده كاريزما من نبره صوته. انا دايما بقول حتى نجوم زمان بيتميزوا ان هم نجوم بنبره الصوت مش بس بالاداء، يعني انت بس كل واحد فيهم عنده نبره غير طبيعيه. محمود عبد العزيز لا ليه هيبه في البلاتو لما مش بيدخل. مش ممكن مش ممكن. مين من النجوم الشباب أثر فيكي، أثر في مشوارك في الجيل بتاعنا؟ في الجيل بقى كريم عبد العزيز. يعني كريم عبد العزيز لو هنتكلم في الرجالة، كريم عبد العزيز، لأن كريم كنت لما بحب أتفرج طبعا كلهم يعني علشان بس ما بس أنا كريم أكتر حاجة بتعجبني فيه، إن أنا كنت طول عمري من وأنا صغيرة لما كنت أجي مثلا أتفرج عليه أحس إن كريم قاعد جنبنا وإحنا في الليفينج روم. يعني أنا أكيد عارفاك في الحقيقة، ما بحسش ان انا بتفرج على ممثل انا ما اعرفوش، ودي الحته دي بتفرق جدا انك تحس انه الفنان قريب منك. طب نسمع موس صلاح، انت عملتي راديو كمان. سندس. سندس. الراديو لطيف قوي قوي قوي. ايه الفرق بقى؟ في متعه غريبه جدا، يعني بحس لما كنت بروح اسجل بقى رايحه العب. انا بقى بالنسبه لي انا رايحه العب. فكره انك انت تعملي اداء بصوتك ده موضوع مش سهل. وانا عايزه اقول لك ان انا خدت خبره في الموضوع ده من مروان حامد. انا الدوكيومنتري اللي احنا كنا عملناه اللي اتعرض في منتدى الشباب، رحت عشان اسجل بعد ما خلصنا تصوير، رحت عشان اسجل الفي او بتاعه. فانا رايحه بقى فاكره ان انا ساعه ساعتين وهروح، فبقول لهم طب يلا يا جماعه عشان انا شويه مش. قال لي مش رايحه فين، انت فاكره الموضوع ايه؟ جايب لي بقى مصحح لغه عربيه ولا جايب لي تيتشر في المكان تيتشر. ايوه. فقال لي لا احنا قاعدين، انا قعدت اسجل يومها الصوت في 12 ساعه حقيقي. في بتقري لغه عربيه سليمه؟ لا يعني عشان اكون صريحه، انا انسانه صريحه جدا. لا بس يومها اصل هي الفكره مش كده، انت بتتكلمي حاجات يعني في حاجات ليها حكايات دينيه وحاجات حكايات تاريخيه، ففي اداء. وبعدين انت هيتعرض ده في منتدى الشباب وكل لازم يبقى والرئيس مزبوط. موجود والرؤساء. فقعدتوا تسجلوا قد ايه؟ 12 ساعة. 12 ساعة. فعلمني يعني ايه تعملي اداء بصوتك، يعني في حتة انا معرفش ازاي مثلت بصوتي. انا صوتي في الدوكيومنتري ده من اكتر الحاجات اللي بحب اسمعها. عادة كلنا ما بنحبش نسمع اصواتنا، اما اجي اسمع مثلا فويس نوت واسمع صوتي اقول ايه الرزالة دي. لا في الدوكيومنتري كان يعني كانت اكسبيرينس خاصة جدا. طب نسمع موس صلاح مسلسل اللي شاركت فيه ريم في رمضان. في رمضان اللي فات. يا عم ساديو، يا عم ساديو اعقل. اعقل؟ اعقل مين؟ ده طار بايت بيني وبينك. انا نفسي اعرف انا مالي، انا مالي. اربطيها كويس دي كمان، ما كانت ناقصاها هي كمان. وفانيلا اعمل فيه ايه؟ العبقري الصغير؟ لا سيبهولي مفكوك ده. نعم وش معنى فانيلا يعني؟ هبو معرفتك يا صلاح. سندس. نعم يا قلبي سندس، يا روح سندس، يا عيون سندس. انت عايزه تقولي لي حاجه؟ يا روحي هبو معرفتك يا صلاح. تعالى يا فانيلا عايزك على انفراد. مفيش حاجه اسمها انفراد ابدا، انا معاهم. جدع ده فانيلا. راجل بصحيح يا واد يا فانيلا. وبالنسبه للشوكولاته الامريكاني ام بوند والمستورده دي، مين اللي هياكلها؟ انا طبعا. وبالنسبه بقى للجماعه وكده يتحرقوا بجاز. زباله يا فانيلا، انت واد زباله يا فانيلا. جدع بصراحه بصراحه يعني عنده حق، دي حته شوكولاته يا رهيبه وربنا ده انا كنت هموت عليها. على فكره بقى انت معفني صلاح. وانا بموت فيه. ايه بقى مفيش عفاريت بابي؟ مفيش عفاريت بابي خالص؟ مفيش عفاريت يساعدونا من بتوع بابي ولا هما بيخوفونا بس؟ لا كلهم في اجازه عارضه سيزن بقى. سيزن؟ سيزن ايه؟ رمضان يا حبيب قلبي، كل سنه وانت طيب. العفاريت كلها بتبقى متسلسله، ده السير الكبير بيبقى للعفاريت، ما بيعرفوش يشتغلوا كمان وهم جعانين. طبعا معروفه. لذيذ جدا. احمد فهمي كمان مسخره يعني. انا بحبه جدا على المستوى الشخصي بصراحه، يعني بني ادم طيب وبني ادم جميل جدا. ومثلتي مع امين، مع احمد امين، ومع يعني ناس كتيره جدا. اكرم حسني حبايبي كله. شغاله ايه بقى عندك؟ العنكبوت طبعا خلاص لسه. خلص. كان في السينما. جروب الماميز.
جروب الماميز المفروض ان احنا بس لسه يعني ميعاد التصوير ما ابتداش لسه يعني المفروض ان احنا فيري سون نبتدي انا وغادة عادل وروبي ان شاء الله وشغاله في دوبامين. احنا كنا اوريدي بنصور قبل رمضان يعني صورنا جزء كبير فيه والمفروض ان احنا بنكمل. هو مسلسل 15 حلقه. المسلسل ده يعني ليه معز عندي كده لانه ده بيعتبر اول البطولات ليا يعني انا داخله بالتجربه دي باول 15 حلقه بس معايا ناس جميله وصحابي جدا برده على المستوى الشخصي. احنا مجموعه كده لذيذه مع بعض يعني انا ومحمد كيلاني وباسل الزار ومروان يونس وبسنت شوقي. قلقانة ان انت خلاص بقيتي يعني فعلا داخله على البطولات يعني انا عارفه كمان عندك الثمانيه على منصه اخرى على في كذا حاجه. قلقانه انه خلاص اسم ريم مصطفى بقى يعني بيتقدم كده في الادوار فبتحسي ان المسؤوليه عليكي. طبعا هو بصي بقى هقول لك على حاجه انا يعني يمكن ما ببقاش يعني الفنان مالوش سقف وكل حاجه بس ما ببقاش باصه للموضوع باللي هو انا رايحه لفين. انا ببص للحته دي في كل عمل انا دخلته كان فيه المسؤوليه بتاعته. في كل عمل انا دخلته وعملته كان فيه الرهبه وفيه الهيبه بتاعته. انت في كل عمل انت ظاهره للناس بتقدمي فكره بتقدمي نفسك بشكل معين او بصوره معينه وبتعملي فريم لنفسك فكل حاجه فيها كان فيها الاحساس بالمسؤوليه دي. اكيد ببقى خايف يعني في كل مره ببقى خايف يعني في سوتس كنت خايفه جدا جدا والله يعني كل شويه كنت اروح لهم التصوير في الاول اقعد اعيط لهم اقول لهم انا فشلت انا فشلت يا بنتي ما فشلتيش لا انا فشلت والله العظيم يعني عصام عبد الحميد المخرج ومصطفى فهمي مدير التصوير شافوا معايا ايام وحشه جدا ولما جم بقى وابتدت كاميليا الدور بتاعها يعني الناس تحبوا يتعلقوا بيه شفتي يا متخلفه بس يعني مين اللي رد فعله قال لك ان المسلسل نجح وان انت عملتي دور كويس؟ يعني كنت مستنيه مين يقول لك ومين كان انا انت جدي يا جماعه أنا. برج الجدي مهما مين بيقول لي لو انا ما شفتش ده بعيني ما حدش عارف يقنعني ما ينفعش. وبعدين انا شخصيه انا ناقده تقيله رزله لان عندي قصي دي تفاصيل باخد بالي من كل حاجه فلو انا شايفه شكلي في اللحظه دي مش حلو او انا شايفه ادائي هنا مش حلو لو اجتمع الناس كلها وقالوا لي حلو مش هصدق. انا ما اقتنعتش ما بعرفش عندي مين مشكلة. اول تليفون جالك وقال لك المسلسل حلو انت عامله دور حلو؟ اول حد هيبقى مامي واخواتي وولادي يعني لما دول اول ناس هبقى مستنيه ردود افعالهم بعدين ماي بيست فريندز يعني دول كده بارلل مع بعض وانا صحابي يعني احنا بنتكلم في ثلاثه يعني ما بنتكلمش في اكتر من كده فدول اللي انا المهمين بالنسبه لي. وسيدي تفاصيل ونظافه سمعت كمان بس مش زي التفاصيل. في النظافه لا انا مش فكره في النظافه يعني ممكن اوقات جدا اسافر سينا وهنقعد نايمين على الرمله خلاص انا حسب ما بسست مودي ماشي ازاي بس انا عندي انا بيتوتيه بحب بيتي فانا لما بطلع بره بيتي بتوتر بحب شبات عند حد اما بسافر ما اقدرش اقعد في اوتيل كتير انا لازم ارجع بيتي انام في سريري كده سريري مخدتي تلفزيوني وبعدين انا البيت عندي لازم لما هتدخلي يعني لازم تحسي ان انت يو فيل هوم فبتفرق معايا. مين وانت صغيره كنت بتبص لها ان دي النجمه المبهره بالنسبه لك اللي يا وانا ممكن امثل كده او ممكن ابقى كده؟ بصي هم كتير وكلهم يعني هقول لك فاتر حمامه هقول لك ناديه لطفي وهقول لك بس انا سعاد حسني وشريهان ليهم حته كده وجيلين مختلفين سعاد وشريهان يعني سعاد حسني لان بس الاثنين البهجه وشاملين هم بيغنوا وبيعملوا استعراض وبيمثلوا. نفسك تعملي كده؟ طبعا بس صوتي يقرف استغفر الله العظيم ربنا ما بيديش البني ادم كل حاجه بتغني اصلا حد قال لك غني قبل كده؟ وبيندموا لما بيقولوا لي غني. مش عايزه تغني دلوقتي؟ بقول لك بيندم انا مش عايزه والله العظيم مش عايزه اغني لا طبعا نفسك ترقصي وتعملي يعني. عملت ده في المسرح انا عملت ده انت عملت انا من كتر عشان قلت ده ايمن بهجت قمر انا يومها والله العظيم ما كنتش مصدقه نفسي من سعاده قريما انا عملت لك الطلعه الاولى بتاعتك في المسرحيه باستعراض لشريهان والله عيطت والله العظيم لان انا شريهان كانت انت مش فاهمه بالنسبه لي ايه انا كانوا مسميني وقتها طول نار ورد شان انا مقتنعه ان انا شريهان رحت صبغت شعري اسود ليل علشان ابقى شبهها
فاهمه؟ وردشان اللي هي كانت في أيوة زمان في الفوازير بتاعتها. فاطمة كنت متأثرة بيها جدا. كريم. أيوة طبعا. لا مندو وردشان كانت. أيوة. مندو أيوة وردشان بالظبط. فكنت متأثرة بيها جدا. وليه لها رسالة بقى؟ أنا كلمتها أصلا. يعني أنا بحبك وبموت فيكي ومن أحلى الناس اللي عدت علينا في الوطن العربي حقيقي. يعني نفسك في إيه؟ نفسي على المستوى الشخصي ولا على المستوى الفني؟ على الاثنين. نفسي أبقى دايما راضي عن نفسي وراضي عن قراراتي وأفضل دايما ما بندمش على أي حاجة بعملها. ولولادك؟ حبايب قلبي وربنا يخليهم لي، هم أحلى حاجة عملتها في حياتي الحمد لله. وفي شغلك نفسك توصلي فين؟ ان انا افضل دايما راضيه، وان انا دايما بقدم اعمال ابقى مصدقاها وابقى قد المسؤوليه بتاعتها، وابقى بعد كل عمل فخوره بنفسي ان انا عملته. وانا الحقيقه فخوره بيكي النهارده عشان انتي فتحتي الكتاب وفتحتي كتاب مقفول، حاجات كتيرة ما كانش حد يعرفها عندك، بس انتي ما عندك الثقه والقدره يعني ستيبل كده واقفه على الارض، فتقدري تقولي كل حاجه وقت ما انت عايزاه. صح. انا سعيده بيكي، اتمنى لك كل توفيق، حاسه ان انت هتعملي حاجات كتيره. يا رب. وعايزه اشوفك بقى بترقصي وتغني وكده وتعملي كل. لا هتشوفيني. لازم. هتشوفيني ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. ثاني دي كانت ده كان اكتشاف ريم مصطفى، يعني مش مجرد حوار، ولكن حوار اكتشفنا فيه شخصية جديدة لريم مصطفى. بس أنا عايز أقول لكم على الحقيقة، يمكن عشان أنا أعرفها، هي دمها خفيف جدا، هي لطيفة جدا، هي ست طبيعية جدا، بتمشي من غير ميك اب، ما بشوفهاش بميك اب إلا قليل جدا. أنت بتمشي كده على طول جينز وتي شيرت. أنا يعني أنا لو بصيتي حتى على الانستجرام عندي هتلاقي أنا بحب أبقى على طبيعتي. بتصحي الصبح تقولي يعني صباح الخير للسوشيال ميديا؟ يعني جالي فتره مثلا ان انا رحت ركبت الوش. لا لا كنت بكلم نفسي انا لازم اغسل وشي. لازم اغسل وشي اشوف دي انا. يعني ما بحبش بتغيريش في شكلك. لا 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 تروحيش تعملي عمليات. لا 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 لا, لا 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 احنا شفنا ريم قبل يعني كل الحالات، هي ريم مصطفى ما اتغيرتش. الحمد لله الحمد لله. ميرسي واشكر حبيبتي. ميرسي ليكي، انا اللي مبسوطه جدا. ثانك يو. دي كانت ريم مصطفى، حلقة ممتعة جدا، كاميليا في سوتس وحاجات تانية كتير، ونتوقع لها إن شاء الله مستقبل جميل بإذن الله. أشكركم أعزائي المشاهدين، نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد. طيب صباح الخير.